يرتدي صدرات من يتابع هذه المكابرة. صحيح الرجل يدي وصل المبكرة في حدود قطر من شباك الحارس مادي بن عبيد، لكن الهدف لم يحرك من إبداعة المباراة، وفي ذلك ذلك غياب فرص أتري في هذه الجولة الأولى. ونتابع بعد المباراة وبعد المباراة الهجومية سيرة رصيف مروان الوادي، ثم بعد ذلك تسديدة مناح التي تبقى الأبرز بالنسبة لفريق الفتح الرياضي.